الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي في هذا الصباح. وسن الجداع وشعارات ابناء القبائل تحضر في هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد يحفظه الله ويرعاه. انقضت اشواط الانتاج وبدانا بالاشواط المفتوحه، وعلى بركه الله ينطلق الشوط الاول المفتوح الخاص للبكار من مسافة 6 كيلومترات نسير. مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة نسير، ونبدأ مع البداية ومع أول الأسماء وأول التحديات. هناك قزوة على الصدارة بشعار محمد بن سعيد بن حمد. الفسل المري يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز القادمة العنود راشد بن محمد بن ناصر اللخن مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت القادمة رسلان سليم بن سهيل بن سالم بن الأسود العامري يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء القادمة والمتقدمة من الجانب الآخر، وصل هذا الاسم القادم ينطلق ويتسلل من مركز إلى مركز. وصلت القادمة هناك والمندفعة هناك، لبقى بشعار سالم بن دويس بن علي بن خميس الخيالي يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت المتقدمة السرية محمد بن سهيل بن عويضان العامري، يقدم لنا السرية مع خامس التحديات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة والمندفعة. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية، إلى أول للمراكز. العنود راشد بن محمد بن ناصر اللخن يتقدم مع اول الاسماء واول التحديات، يحضر مع العنود. وهناك تعود وتتسلل الى الصدارة قزوة محمد بن سعيد بن حمد الفسل المري، يقدم قزوة من غيرت الى الصدارة واستلمت زمام الامور. ثالث المراكز وصلت لبقى سالم بن دويس بن علي بن خميس الخيلي يتقدم مع ثالث المراكز. رابعا رسلان سليم بن سهيل بن سالم بن الأسود العامري، يقدم لنا رسلان مع رابع المراكز. خامس الأسماء المتقدمة هنا حربة صالح بن محمد بن سالمين العامري، يقدم لنا حربة مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمه. وهناك اسماء وشعارات خلف دائره النداء والاذاعه لم يحموا عد دخولها، نترقبها في الامتار القادمه والامتار الحساسه. هناك عند الكيلومتر الاخير عندما تبدا السرعه وعندما تبدا الاوامر. نعود الى الصداره، نعود الى البدايه، نعود الى المقدمه، نعود الى المنظر الجميل من قبل هذه الأسماء. تتنافس من أجل الصدارة، تتنافس من أجل الناموس والانتصار. ومنتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي، ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. ورى الاسم الذي غير بدأ بالانطلاق غادم من الصفوف الخلفية، هماليل غادمة بشعار مبارك بن محمد بن سعيد بن وريقه العامري، يتقدم مع البداية مع أول الأسماء. يقدم لنا هماليل ثاني المراكز. وصل شعار بن سالمين، يقدم لنا حربة صالح بن محمد بن سالمين العامري. ثالث الأسماء المتقدمة منصورة محمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي، يقدم منصورة من تحت المركز الوصافة مع ثاني الأسماء. رابع المراكز المتقدمة هنا مذخورة فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، يقدم مذخورة مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت ميرال فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهيدة، يقدم ميرال مع خامس المراكز وخامس الأسماء. ولكن أرى الكوكبة
التي خلف النداء والإذاعة قادمة من أجل الفوز من أجل الانتصار. أعود إلى الصدارة، أعود إلى بالحلوة من غير إلى الصدارة، وانطلق واستلم زمام الأمور. يقدم لنا منصور محمد بن سعيد بالحلوة الكتبي، يتقدم مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز ميرال فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آلف هيدا. ثالث المراكز أرى شعار أبناء السلطنة يتقدم مع الضبية محمد بن محمد بن سالم الوهيبي. يقدم لنا الضبية مع اول الاسماء من تسللت وانطلقت الى البداية. الضبية على الانطلاق الاول تتقدم بشعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. يقدم لنا الضبية مع الانطلاق الاول، ميرال مع ثانية الاسماء، فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آلف هيدا مع ثانية المراكز. ثالث الاسماء اسماء منصورة محمد بن سعيد بالحلوة الكتبي. رابع المراكز وصلت القادمة هماليل مبارك بن محمد بن سعيد بن وريقه العامري، يتقدم مع رابع المراكز. كرارة خامسا محمد بن طحنون بجابر آل جبران، يقدم لنا هنا كرارة. ولكن اعود الى الصدارة، الى البداية، الى الانطلاق الاول. الضبي على الصدارة، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم الضبية مع الانطلاق الاول. ابناء السلطنة على الصدارة، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي والكيلو متر الاخير والخطير. والضبية على الانطلاق الاول. ثاني الاسماء بالحلوة ينطلق مع منصورة محمد بن سعيد بن علي بن حلوة الكتبي. هنا وصل الاسم القادم كرارة محمد بن طحنون بجابر آل جبران، يقدم كرارة مع ثالث المراكز. العامري مع هماليل مبارك بن محمد بن سعيد بن وريقه العامري. ولكن ابناء السلطنة انطلقوا واندفعوا مع الضبية مع الانطلاق المميز، مع الاندفاع الاول. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي انطلق الوهيبي مع الانطلاق المميز، ممثل السلطنة الدايم ينطلق حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. يقدم لنا الضبية بهذا الاداء المميز. الله يا الضبية، بدأت بالعروض المميزة بشعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. الشوط الاول مفتوح يتسجل مع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ابناء السلطنة بهذا الانطلاق المميز. بن عويضان قادم مع سرية محمد بن سهيل بن عويضان العامري. ولكن ابناء السلطنة مع الفوز، ابناء السلطنة مع الانتصار. واسعد الله صباحك يا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. سلام الضبية، سلام، وسلام ميدان الابيض، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. فوز الضبية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ثاني المراكز وصلت السرية محمد بن سهيل بن عويضان العامري. ثالث المراكز وصلت كرارة محمد بن طحنون بن جابر آل جبران المري. ورابع المراكز، رابع المراكز بلشه سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي. وخامس المراكز، خامس المراكز منصورة محمد بن سعيد بن علي بالحلوة الاكتبي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي كانت التحديات والمنافسة. تهانينا تهانينا والناموس لمالك الضبية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 9 دقائق 3 ثواني 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، وصعد الله صباحك يا ابو محمد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت السرية، والتوقيت الزمني 9 دقائق 5 ثواني 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. ثالث المراكز وصلت مع ثالث المراكز كرارة، والتوقيت الزمني 9 دقائق 10 ثواني 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك كرارة محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري. فتهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثارة على ارضية
ميدان الشحانية. ها هي لحظة الفوت والفنش ما في مع ثالث المراكز.